السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة شهيوات أم لينا. الوصفة اليوم إن شاء الله هي عبارة عن مخيمرات سهلين بطريقة سريعة وبحشوة اقتصادية كيجي ولداد يستاهلوا التجربة. بالنسبة للحشوة عندنا غادي نحتاجو الخزو محكوك أو جزر محكوك، القرع الأخضر أو القرعة الخضراء محكوكة، زوج البصلات مقطعين صغار، عندنا القزبر مقطع والمعدنوس، عندنا زيتون اخضر مقطع، زيتون اخضر اختياري تقدروا ديروا زيتون اسود يكون مقطع صغير لطبيعه الحال، عندنا هنايا الملحه، كمون، بزار، تحميره، والقزبر يابس ومطحون. عندنا هنايا الثومه غبرة اختيارية تقدروا ديروا ثومة عادية محكوكة، وعندنا بطبيعة الحال زيت زيتون أو تقدروا تستعملوهم بزيت المائدة العادي. دابا غادي نشحروا هذا الشيء كامل، غادي نوري لكم الطريقة إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. غادي نديروا واحد الكمية قليلة من الزيت، كما قلت لكم أنا غندير هنا زيت زيتون وثومة اختياري تقدروا ديروا زيت المائدة العادي. غادي ندير البصله نتاعنا اللي مشلضه، غادي نخليوها طيح واحد شويه في النار حتى تدبل، ومن بعد غادي نزيدو عليها خيزو والقرعه. هنايا كما كتشوفوا من بعد ما تحمرت لينا البصله غادي نزيدو عليها الجزر محكوك كميه اللي حكيناها، غادي نزيدو القرعة الخضراء، غادي نزيدو عليهم التوابل مع الملحة، القزبر والمعدنوس مطحوقين، غادي نشحرهم مزيان غادي حتى ينشفو من الماء، عاد نزيدو في الأخير الزيتون. ونسيت ما ذكرتش لكم الهريسة اختيارية أنا تتعجبني، بغيتو ديرو شوية الهريسة ديرهم غزو داكشي على حسبكم. هنايا تنزيد شوية تومة غبرة كما قلت لكم، ديرو تومة غبرة أو تحكو واحد الدريس نتاع التومة باش يعطي المذاق. غادي نخلي هادشي يتشحر ومن بعد غادي نتلاقاو باش نوريكم الحشوة منين غادي تنشف إن شاء الله. هنايا من بعد ما طابت لينا الحشوه كيف ما شفتوا حتى نشفات وكحات من الزيت ومن الماء الخضره، غادي نخليوها على جنب حتى تبرد مزيان باش ما تقطعش لينا الورقات نتاع المخمر. غادي نحطوها ونبداو ان شاء الله في العجينه. العجينه غادي نحتاجو زلافه نتاع الدقيق د الفورس، الدقيق الابيض، زلافه د الفينو او دقيق القمح، عندنا زلافه د الماء دافي، معلقة كبيرة تخميرة الخبز، وهنايا عندنا معلقة كبيرة السكر ومعلقة صغيرة ديال الملحة. طبيعة الحال انا غادي نزيد واحد المعلقة الزيت، داكشي اختياري الا بغيتوها تجي رطبة من الاحسن نديرو الزيت، واللي ما بغاتش ماشي مشكل. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو في العجينة، غادي نغربلو الطحين ديالنا. انا عندي هنايا الغربال، هاد العجينه تقدروا ديروها بعجينه بالمخمر العاديه، غير هاد الطريقه اللي غادي نوري لكم طريقه سهله دغيا تيخمر دغيا تيوجد وما فيهاش دليك. انا تنغربل هنايا الطحين، او الدقيق الابيض كما كنسميوه. نحطو على جنب، غادي نزيدو المعلقة د الخميرة، غنزيدو السكر والملحة، غادي نزيد معلقة ديال الزيت، معلقة كبيرة. هنايا من بعد ما زدنا الماء غادي نخلطو مزيان باش ما
نخليوش دوك الكويرات نتاع الدقيق، وغادي نديروها ترتاح واحد ربع ساعه، غادي نغطيوها مزيان، ومن بعد غادي ندوزو للمرحله الاخرى. هنايا من بعد ما دازت ربع ساعه غادي نحيدو بلاستيك، هانتوما كتشوفو كيفاش خمرات. غادي نزيدو عليها الدقيق الاصفر فينو، ويلا خصنا راه نقدروا نزيدو الدقيق الاصفر او الدقيق الابيض كيف ما بغيتو. هنايا كيف ما شفتو زدت عليها شويه نتاع الدقيق، غادي هي نحاولوا نجمعوها بيدينا ما ندلكوهاش، وغادي نقطعوها من هنايا، غادي نقطعها هكا. ومن بعد غادي نشدو الزيت وندهنو يدينا مزيان بالزيت، وغادي نحاولو نديرو كويرات بحال لي كنديرو المسمن عادي. أنا غادي نشد بلاطو، وهنا مرة مرة ندهنو بالزيت، غادي نزيدو بحال هكا حتى غادي نكملو كلشي الكويرات. غادي نغطيوهم بلاستيك باش ما ينشفوناش، ومن بعد غادي ندوزو باش نعمروهم بالعمارة ديالنا ونطيبوهم. هنايا كما كتشوفوا هي خمره في يدينا مزيان، ها غنديرو بحال هكا حتى نكملوا العجينه. كما قلت لكم نرشوهم بالزيت، ساهلين كيجيو لذاذ ودغيا تيوجدوا. انا غادي نكمل هذه العجينه وغادي نوري لكم كيفاش غتجي في الشكل النهائي. هنا من بعد ما سالينا العجينه كامله ديالنا غادي نحاولوا نقرصوها فوق طاولة العمل ديالنا، غادي نحاولوا نقرصوا في الجناب مزيان، ولكن في الوسط غادي نحاولوا نخليوها شويه غليظه باش ما تقطعش لينا ملي نديروا الحشوه. نقطع لي هنا شويه معليش، غادي نديروا بحال هكا. خص دائما سطح العمل يكون ما فيهش دقيق وما فيهش الزيت، على حساب باش انا ملي نجمعوا العجينه ديالنا ما تحلش لينا، ملي نبغيو نقرصوها ما تحلش لينا. غادي ندير بحال هكا، غادي نشد الحشوه كانت بردات. هنا تقدروا اختياري تزيدوا فرماج محكوك الا بغيتوا، او لا فرماج المثلثات كيف ما بغيتوا الا كيعجبكم. انا هنايا درت الحشوه ديالي، غادي نزيد واحد شويش، وغادي نحاولوا نجمعوها عادي بحال الخبز عادي. هنايا اب نجمعوا الجناب مزيان، نجمعوهم باش ما تخرجش لينا الحشوه. نحاولوا نضغطوا غير شويه وغادي نخليوها ترتاح الوقت اللي نساليو الكرات ديالنا كاملين، عاد نبداو نقرصوا فيهم ونطيبوهم. غادي نعاود واحد اخرى كما قلت لكم ما يكونش سطح العمل فيه الزيت او لا الدقيق. هاد المخيمرات كيجيو خفاف ساهلين دغيا تيوجدوا، اللي قولينا في الشهر الكريم. والحشوه اختياريه، يعني تقدروا ديروا فلفله مع البصله، ماشي ضروري ديروا خيزو جزر او القرعه الخضراء، تقدروا ديروا الفلفل بالالوان كما تقدروا تزيدوا الفرماج. غادي نوري لكم هذه ثانيه، كنجمعو مزيان ومن بعد بحال الكموسه كنضغطو عليها غير شويه ونخليوها ترتاح. انا غادي نكمل هذا العجين كامل ومن بعد غادي نتلاقاو باش نوري لكم الشكل نتاع الطياب كيفاش غادي يطيبوا كيفاش غادي يوجدوا لينا.
هنا من بعد ما لويناهم عمرناهم كاملين، غادي نخليوهم على جنب وغادي نبداو نطيبو. غادي نسخنو المقله ديالنا، اما المقله الثقيله او المقله العاديه. غادي نحاولو ندهنو المخامر ديالنا بالزيت دابا، نحاولو نقادوهم ونطيبوهم وحده بوحده. بسم الله على بركة الله. هانتوما كيجيو خامرين في شفشين رطب. هنا غادي ندير شويه الزيت وغادي نحاول نضربها بشويه، نكرسها باش ما تخرجش لينا العجينه، حيت العجينه رطبه بزاف غادي تخرج لينا الحشوه، العجينه غادي تقطع. انا هنا غادي نقلب هادي، هي بدات كتحمر، غادي نزيد شويه الزيت. كما قلت لكم تقدروا طيبوهم في المقله الثقيله او المقله العاديه، انا هذه كبيره حيت غادي نربح شويه ديال الوقت، يمكن غادي نطيب جوج في مره كيما لا. هو تنضربو غير بشويه كيف ما قلت لكم حيت العجينه خامره مزيان، صدقوا لي هذا كيجي رائع لذيذ بزاف. اوبس المقله تتحرك، غادي نرشو شويه بالزيت. غادي نحاولوا ما نضغطوش بزاف كيف ما قلت لكم، هانتوما تتشوفو تجي مقادة. غنبداو تيطيبو لينا، هادو الشهر الكريم تيجيو زوينين. انا دابا غادي نكمل طياب نتاع هادو ومن بعد غادي نتلاقاو باش نوري لكم الشكل النهائي. المخمر ديالنا هو وجد كما شفتو، انا درتو بحجم صغير، تقدروا ديروه بحجم كبير لما لا، اكيد جربوه غادي يعجبكم. وجدوه خاصه في الموائد الرمضانيه، لما لا في الفطور اولا في الكوتي مع اتاي. ها هو دا كيجي رطب خفيف بحشوه لذيذه بزاف واقتصادي. شكرا لكم على المتابعه، ما تنساوش ديروا بارتاج الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والعائله، وما تنساوش ديروا تعليق في اسفل الصفحه باش هكا يوصلكم اخر الجديد مع قناه شيوات ام لينا. الى اللقاء.